ندير الباجيت ديال الباجيت ديال المعاقين. إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. في هذا الأثناء سيوارى جوتمان اللاعب الودادي لاعب فريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني لكرة القدم للشبان الترى بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء من بعد ما كان قضى حوالي 23 يوم داخل إحدى المصحات الخاصة بعد ما كان ضحية ديال حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي ليلة 11 أكتوبر المنصرم حوالي الساعة 4 صباحا. بسم الله وعلى ملح رسول الله. بسم الله على الله. بسم الله على ملح رسول الله. شيت سكوت الله يرحم والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا البيان والصواب، وألهمنا الحكمة والهدى وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أيها الإخوة الكرام، في البداية أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يجعلنا فائزين أحباب الكرام. ويقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. أحباب الكرام، في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة غادرنا هذا الشاب، هذا سيد أسامة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، كان بين والديه وإخوته وعائلته وأحبابه بضع أيام أو ساعات أو لحظات، وهو الآن نشيع في قبره. مجموعين أحبابي الكرام، من أجل هذا الموقف اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب، قال لهم ادعوا لأخيكم فإنها الآن يسأل. احنا مازال في المقبرة، تيجوا ملكان مكلفين بالأسئلة تيجلسوه، كيف أنها تقول الفقيه أنه تيجلسوه، ما تيبقاش أنه متجع الجنب ديالو داك شي تيبركوه كأنك برك على الكرسي ويسألني الأسئلة. من ربك؟ يقول لك المؤمن ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملكان أحبابي كرام تيفتحوا ليه على النافذة من اليسار، تيقول لي كن ما تقيتيش الله عز وجل، كان هذا هو المصير ديالك. وتيفتحوا لي نافذة من اليمين، هي نافذة إلى الجنة، فيها رائحة جنة، فيها الناس اللي أحبهم الله وجعلهم تما. تيقول لي هذا هو المكان اللي وضعك الله عز وجل. أش يقول ذاك الميت؟ ربي أقم الساعة، لأن شاب أنه غادي يكون من أهل الجنة. سيدي أسامة لا نعلم منه إلا الخير، هذا الشاب غادرنا، لأن ولله الحمد عشرناه وسمعناه الخير، والأصدقاء ديالو اللي في الرياضة، اللي في نادي ديال الوداد، وتنادي ديال الرجاء، وتنادي كل نوادي، جاوا بالتعازي لهذا الشاب. هذا كان خلوقا، كان فيه السمت، كان تيصبر حتى حقه، كان أنه ما عمرك تسمع منه شي حاجة ديال العيب. إذا أحبابي الكرام، ما نطولش عليكم، لا الأب ديالو ولا الميمة ولا الخوت ديالو تأسوا على الفرق ديالو، كذلك حنا تأسينا على الفرق ديال سيدي أسامة. يا ربي اجعلوا إن شاء الله تعالى هزوا اليدين ديالكم وسط هذا اليوم الجمعة. اللهم اغفر لي سيدي أسامة، اللهم اغفر له وارحمه، عافه واعف عنه، أكرم نزله، وسع مدخله، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب العبيد الدنس، اللهم وسع له في قبره، اللهم اجعل قبره روضا من الجنة، اللهم اجعل قبره مزارا لملائكتك. يا ربي أخانا نزل ببابك، اللهم أكرم ضيافته، اللهم اجعله ضيفا من الجنة، اللهم ثبتوا عند السؤال، يا رب ثبتوا عند السؤال. الله يجعله من أهل الجنة، الله يجعل القرآن وانسا له شفيعا له يوم القيامة، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فاغفر لنا وله يا رب العالمين. الأب ديالو والميمة والخوت والعائلة، الله يصبرهم، الله يصبرهم، الله يجعلهم الصابرين، الله يصبر القلب ديالهم. الأب الحنين، الميمة الحنينة، الله يصبر القلب ديالهم، الله يجعل إن شاء الله تعالى يعوض لهم الله الخير، يحفظ لهم الوليد الآخرين، الله يجعل محبة تصبر، الله يصبرهم إن شاء الله في الوليد هذا أسامة، الله يجعلهم من أهل الجنة، هم الله يصبرهم، الله يخلف لهم الخير، الله يبارك لهم الصحة ديالو، الحاج الله يصبره، الله يشافيه ويعافيه، الله يحفظوا الوليداته، يحفظوا لعائلته، يحفظوا أخوته، أخواتاته، يا أرحم الراحمين رب العالمين. إخوة اللي شيعوا الجنازة اللي جنب بعيد قريب، كاين الناس اللي يبركوا هنا ساعات مطولة باش يحضروا الجنازة ديال سيدي أسامة. الله يعشر الخطوات الجميع، الله يعشر لكم الخطوات، اللي صلى عليه صلاة الجنازة الله يثبت لهم العمل. كذلك ما نسوش الصحافة اللي حضروا تهم من الساعة الأولية تهم ما بغاش يحصل، الله يصبر معاهم، الله يحفظهم إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، اجعل تبرقنا تبرق إنسانية معصومة، لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة. الملك ديالنا محمد السادس اللهم انصره، بارك له في عمره، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، بارك له في ولي عهده، بارك له في شعبه. الله يحفظ هذا كاع الاخوه اللي
ساهموا من بعيد من قريب، الله يعشر الخطوات ديالهم. امين امين. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك نبي الأمي ولا آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الضحي تاعنا الحب تاعنا يوم الساق يوم الجمال لينا قمت في ساق حبيبي أسامة غادي هو جنة. اللهم اللهم ربنا ولاه، اللهم اسعد وداه، اللهم اسعد رفيقك، اللهم تبت وعال، اللهم احفظهم، اللهم قبرهم، اللهم هو وساكين، اللهم معه ساكين. ويا حبيبي أسامة أنا رجاوي روح فيها الصوفي راجع وفي سويت الوجاد، اللهم احمهم، اللهم قبرهم، اللهم اسعد ودهم، اللهم سولاه، اللهم اللهم قبرهم، حاج الله صبرك، الله يحفظك، الله يعاونك، الله يحفظك، ومملى الحاج عيسى، الله يحفظها، الله يسابيها، الله يعافيها، هذا وجل أسامة، الله يحفظهم، الله يخبرك، الله يحفظهم، وقال ولد صحابة كاملين الله يحفظهم، الله يحفظهم، واللي جاوا عندهم أسامة الله يحفظهم، وقر سلامة وقر سلامة والعافية عافية من قوله بالله رب العالمين. أحبابي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بشبع جنازة وحضر لها عنده قراط، والقراط مثل جبل أحد في الحسنات، واللي مشى مع جنازة وصلى عليها عنده قراطان، والقراطان مثل جبل أحد في الحسنات. فهنيئا لكم أحبابي الكرام بهذا القراطان اللي حضرتوا إن شاء الله، حضرتوا للدفن وصليتوا عليه، فلكم الأجر والثواب غدا يوم القيامة، نبغيو غير حسنة وحدة من القواش. أنت عندك جبل أحد في الحسنات، فاطلبوا الله عز وجل يتقبل العمل، يجعل العمل لله، كي اللي خلى الأهل ديالو، كي اللي سد المحل ديالو، كي اللي أجل الغرض جا باش يحضر لهذا الدفن ديال الاخ ديالنا والوليد ديالنا سيدي اسامه. فالله يعشر الخطوات ديالكم جميعا، الله يجعل العمل لله، يحفظكم في وليداتكم في بنياتكم في الوالدين ديالكم، الله يثبت لكم العمل، الله يجعل العمل لله. ما حضرتم في هذه الليله الله يجعلها في ميزان الحسنات، والله يصبر سيدي الحاج ويصبر الميمه ويصبر الخوت ويصبر العائله الطيبه، يا ارحم الراحمين رب العالمين. امين والحمد لله رب العالمين. واحد المعلومه الاخوه الكرام، ربما ما كاينش عندكم في العلم ديالكم، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من تجي الجنازه وتدفن تتبقى بواحد تتبقى واحد القدر انك ذبحتي شات وسلقتيها وانتهيتي من السلق ديالها، تيبقى هاد الفتره هذه ديال الدعاء. بحال ذبحتي بهيمه وسلختيها، هذا القدر ديال انه باش ندعو مع سيدي اسامه، هذا هو اللي كاين، ونصرف ان شاء الله بهدوء الله عز وجل يرحمه في هذا النهار. بسم الله
حسن صاحب حسن كيف تابعتوا معنا مباشرة على قناة شوف تي في لحظة